أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث، وإحنا في سلسلة حلقات لازم نفهم، وبننقل نبض الشارع المصري. فقد شهد الشارع المصري في الفترة الأخيرة حالات من الشد والجذب على الصعيدين الدولي والمحلي، ونحن كبرنامج حواري توعوي اجتماعي ننظر بنظرة المحلل للأحداث الجارية، ونرصد ما يحدث للأسرة المصرية خلال يومها من تطورات وخاصة الظروف المعيشية. ومعي ومعكم الصحفي الأستاذ حسين عبد العزيز. اهلا ومرحبا استاذ حسين. اهلا بيك استاذ فهمي، واهلا بالساده المشاهدين. قبل الدخول في معترك الحلقه، هنطلب من سيادتكم توضيح بعض الامور اللي اولها يعني غير فيها اعداء الوطن ولعبوا بالفاظها عشان عاوزين يضحكوا على البسطاء. ومن هذه العبارات اللي اولوها وعملوا عليها كلام كتير، وهي طبعا يعني باطل يقصدون به حق. هنسمع دلوقتي العبارة اللي قالها السيد الرئيس في خطابه، وهنرد عليها وهنقول وهنعرف السادة المشاهدين هو ليه الرئيس قال هذه العبارة، عشان يعرفوا ان العبارة ما فيهاش اي خطأ كما ادعوا وكما يعني روجوا ليها. هنشوف العبارة اللي قالها السيد الرئيس لو جاهزة. أستاذ حسين، أنت سمعت العبارة اللي عمل عليها هيصة أعداء الوطن في الخارج؟ أيوه. ويعني حضرتك يعني من قراءتك للمشهد، إيه توضيح العبارة دي للسادة المشاهدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس في الخطاب في الدنادو التثقيفية بيوجه رسالة شديدة لشعبه في الفترة الحالكة تالت 2011. فبيقول البلد كشفت ظهرها، المحترفين السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية اللي هم مش هيملوا ولا يكلوا من دايما ترويج الإشاعات وترويج الأقوال الغير صحيحة. البلد كشف الظاهرة، ده واضح جدا. الراجل السيد الرئيس خلفية مخابراتية قوية وبيتكلم بحدة وحزم. كشفنا ظهرنا طبعا، وكشفنا كتفنا، وكشفنا كل حاجة. في الفترة دي لو احنا نظرنا كلام السيد الرئيس ما بين السطور وتوجيهه لمين، ان كشفنا ظهرنا من الحدود الجنوبية، ده الظهر. حدودنا الغربية مع ليبيا بالنسبة لنا ظهر. طيب في الفترة بتاعت 2011 الكشف عبارة عن ايه؟ الحدود اصبحت سلاح مداح، خروج مجرمين ودخول اشرار ومجرمين برضو. كلفتنا كتير جدا عشان نقدر نسيطر عليها في الفترة ما بعد 2011، الى ان تولى السيد الرئيس مهامه في الفترة الاولى وبدأ يكشف الحقائق هو والاجهزة المعنية للسيطرة على حدود الدولة من كافة الاتجاهات. دي بالنسبة لكشفنا ظهرنا من الحدود الجنوبية من السودان، والغربية من حدودنا مع ليبيا، وهي طويلة جدا، يعني مسافة صعب أي حد يسيطر عليها إلا إن كان عندنا قوات حرس حدود قوية جدا تقدر تسيطر على الكم الهائل من الكيلومترات المتخمة بيننا وبين الجانب الليبي. فالكشف ده ليه تكلفه. ما لما تحصل عمليات ارهابيه اللي زي حصلت قبل كده في الواحات وعلى الحدود الغربيه، وكل يوم القوات الجويه من فتره والتانيه بتقضي على سيارات مهربه محمله بارهابيين ومحمله باسلحه، كل ده كشف للظهر وكشف للعوره كمان. طيب اما نيجي بقى الرئيس يقول وعرت كتفها، طبعا اخواننا اللجان الالكترونيه اللي هم اصلا لا يذكروا، ما هم بيقبضوا والدنيا ماشيه تمام، ما عندهمش اي مشاكل في اي حاجه. اكلين شاربين قابضين، الدنيا حلوه يعني.
ويصدروا الجانب السيء والسلبي، ويصدروا اليأس والإحباط للشارع. وراحوا بقى أخدوا الكلمة دي وهاتك بقى تهيئة وكلام ملوش أي لازمة. أيوة عارفينها كانت فينا طبعا في نفس الثورة، بعد في نفس الفترة. احنا لو نظرنا لخريطة مصر كده هي شبه مربعة، تمام؟ لو احنا عملناها كده على مجسم الكتف اهو، ده فين؟ الشمال الشرقي. ده ما اتعرفش كمان، ده دخلوا ناس اقتحموا سجون، ودخلوا ناس عملوا جيوش وامارات في خيالهم طبعا، وطبعا حرب ضروس بيننا وبين القوات المسلحه في العريش وسيناء. الكتف هو الحته دي، هي دي نقطه ضعفنا من زمان، مع ان الجانب اللي ساكن هناك تناسى ما فعله الجيش المصري وما فعله المصريين تجاه القضيه اللي هي قضيه عقيده وقضيه حياه. تمام، يعني اذا دي توريه، واحنا لو سالنا مدرس لغه عربيه هيقول لك يعني التوريه ديت، يعني في حاجه جميله كمان برضو، يعني توضيح ان كشفت ظهرها وعرت كتفها، يعني الثوره اظهرت للعالم أسوأ ما فينا. لا مش أسوأ ما فينا، يعني حاجات سيئه يعني لم يكن العالم يطلع عليها طبعا، زي ما حصل البلطجه، التهكم على المحلات والسرقه، واخد بال حضرتك، وقطع الشوارع. يبقى اذا هنا التعريه مش تعريه جسديه زي هم ما ادعوا، لا، يعني الثوره بالاليات اللي تمت فيها اظهرت اشياء لم تكن يعني مصر تريد ان يطلع عليها العالم، وبقت مباحه للعالم كلها. تمام. اللي هي صور سيئه للثوره. ده كلام مكان السيد الرئيس، كلام ما بين السطور للناس، عشان وزي ما بقول لحضرتك احنا دورنا في الحلقات يعني دور التوعوي، عشان الناس اللي بتتفرج على القنوات دي او اللي بيعملوا هاتشاك او الكلام ده يعرفوا ان كل كلمه الرئيس بيقولها هم بيأولوها لاغراضهم، ولكن الرئيس يقصد ان ثوره يناير يعني زي ما بقول لحضرتك اظهرت الحدود، ناس دخلت طبعا، ناس حوادث ارهابيه كمان، ظهر البلطجة من بعض الناس قدام العالم، ظهر سرقة المحلات المشهورة اللي احنا شفناها. فديت حبينا نوضح للسادة المشاهدين برضو من العبارات برضو اللي أولوها ان احنا وصلنا للفقر الماء، وربطوا ما بين سد النهضة والفقر الماء. وانا يعني بقول لحضرتك العبارة برضو اتأولت ليه؟ لان احنا ما فرطناش في 55 مليار متر مكعب، ده هو المقصود بالفقر المائي، ان نظرا يعني العدد السكان المتزايد ان احنا كميه ال 55 مليار متر مكعب اللي بتيجي مش هتكفي. فالعباره للفقر المائي يعني وجهه نظر الفقر المائي، هم كل الناس افتكرت ان فقر مائي ان احنا مش هنبقى نشرب. طبعا ده مش هيحصل خالص، ومفيش حاجه اسمها ان النيل هيجف والكلام ده، ده حاجات طبعا لسه سابق الاوانها الكلام فيها. انما الفقر المائي، احنا النهارده عندنا مشروع مليون ونص فدان، ودخول الميه لاراضي سيناء، واستصلاح اراضي سيناء في الوقت الحالي، وصحراء السرابي من المشروعات الكبرى اللي اتعملت في الفتره الاخيره. كل المشروعات دي والمليون ونص فدان محتاجين ميه، ميه للزراعه. الى جانب ان احنا ما بنستفادش بطريقه احترافيه من الامطار او المياه الجوفيه، والمياه الجوفيه لسه برضه ما فيش مشروعات للحصول على مليارات المتر المكعب من الميه. فالفقر المائي ان احنا عندنا اراضي جديده مستصلحه محتاجه ميه. فده لما قالها السيد وزير الري ان احنا وصلنا لمرحله الفقر المائي، ان في اراضي احنا محتاجين بعد في الاستصلاح انها تحتاج ميه عشان الري والزراعه، عشان نبدا وزياده عدد السكان برضه بالظبط، وزياده عدد السكان والمشروعات والمجتمعات الجديده اللي بتتبني محتاجه بنيه تحتيه ومحتاجه ميه ومحتاجه امور كتيره. مش فقر ماء ان احنا نصحى الصبح نلاقي النيل فاضي وما نلقاش نشرب. ما احنا بنحب نوضح كل حلقه عشان الناس اللي بتتفرج وبتصدق الاشاعات اللي بتتروج ومغرضه. طبعا طبعا، بعد ما فشلوا زي ما احنا عارفين في 20 ايه؟ في 29 يعني. ايوه فشلهم مجننهم. لا ولسه هيفشلوا تاني. لا خلاص بقول لك يا عمال، كل كلمه عاوزين يشحنوا الناس. يبقى اذا الفقر المائي مش معناه ان احنا بنستغنى عن حصتنا ولا نفرط في ولا نفرط في حصتنا. وبرده يعني من الحاجات برده اللي اتأولت
جامد جدا. القسم اللي اقسمه ابو احمد لما الرئيس قال له اقسم ان احنا مش هندور مصر، هم اولوها. لان محدش يعرف ايه اللي دار في الغرف المغلقه. لما تم التوقيع على الاتفاقيه مصر ما فرطتش في حقها، ده مصر قالت من حق اثيوبيا انها تبني سد تستفيد منه. ولكن ابو احمد نفسه هو اللي اقسم في الحجره المغلقه او في الحجرات المغلقه كمسلم. طب المسلم يقسم بايه؟ اقسم بالله العظيم للريس ان انا مش هضر مصر ولا هضر حقوق مصر التاريخيه. فالريس بالتالي قسم اللي قاله في الغرف المغلقه خلاه على الشاشه قاله. وضح. هم بقى يعني روجوا ايه؟ ان هو ضيع حق مصر، قالوا ايه وبيخليه يقسم؟ لا طبعا. ما هو ده ما وراء الحدث، لازم العامه يعرفوا ان القسم تم اولا في الغرف المغلقه من وزير او رئيس الوزراء الاثيوبي، وبالتالي اراد الرئيس ان ما تم في الغرف المغلقه يظهر على الشاشه امام العام. دي برضو بعض الحاجات اللي بنوضحها من خلال البرنامج عشان ما يضحكش على الناس، والناس بقى ما شاء الله عندها دلوقتي توعيه ومحدش هيقدر يضحك عليها. نيجي برضو من الحاجات بالرد، كل ده رد لان دور الاعلام الدفاع عن مقومات الدوله المصريه وعن قائد الدوله ورئيس الدوله، ده حق علينا وليس مجامله. بالنسبه للرئيس، وبرضو يعني اختلفت مع ناس وقلنا لازم السؤال ده نقوله في الحلقه، اليس من حق السيد الرئيس كموظف عام في الدوله وله مرتب شهري ان يتمتع بهذا المرتب ويتصرف فيه كيفما يشاء؟ يعني واحد معلق ان الرئيس لابس ساعه وفلان لابس ذهب، طيب الرئيس ومرتبه يروحوا فيها هيوديه فين؟ يهربوا بره؟ اليس المرتب يظهر نعمه عليه؟ ايه راي حضرتك؟ السيد الرئيس في الفتره الاولى اعلن انه تنازل عن نصف راتبه للبلد، تمام؟ ماشي ماشي. وبناء عليه انشا صندوق تحيا مصر اللي هو دلوقتي بيصرف على بعض المشروعات. طب النص الثاني هيعمل ايه؟ زي اي مواطن في الدوله. رئيس دوله كان قبل كده لواء في الجيش وفريق وراجل مخابراتي من الدرجه الاولى، هيعيش ازاي يعني؟ المفروض ما يلبسش ساعه، ما يلبسش زي الناس مثلا، عشان هو بيقول احنا دوله فقيره قوي مش في الموارد، ده احنا فقراء في الامكانيات، امكانيات الشعب نفسه يعني الفقر القوي. اللي الراجل قال الكلمه دي فالناس بقى ماسكه. انا اعمل لحضرتك، الراجل اللي اتكلم معايا قلت له لو انت رئيس مجلس اداره شركه ليك مرتب، الله، قلت له الشركه ده بتفلس وانت بتحاول تنقذها زي ما الرئيس بينقذ في الدوله ناديك كان مستلم الدوله ناديك انهيار اقتصادي. ما طبعا. قلت له هل لما تاخد مرتب من الشركه رئيس مجلس اداره مش هتجيب لبس واكل وشرب؟ ولما تتبرع بنصه؟ ولما تتبرع بنصه؟ فراح ساكت. يبقى اذا انت بتأول الكلام. اليس من حق رئيس انا اكبر دوله افريقيه ان يلبس كويس؟ طب ما الناس شاريه شقق في مدينتي ب 16 مليون، انسان مواطن عادي بالنسبه لهم. اه. كلجان الكترونيه شغاله مموله ان هو مش لاقي حاجه يفلس، عنده افلاس فكري. فيفكر بقى في الساعه بتاعه الرئيس والتيشيرت بتاع الرئيس منين والشوز بتاع الرئيس منين، هو مش لاقي حاجه يعملها ومش لاقي حاجه يصدرها للناس اللي مستنياه. كل يوم يطلع بتغريده وكل يوم يطلع ببرنامج ساعه ونص يهري ويتكلم في حاجات لا تمت الواقع بصله، وما اعرفش الناس بتصدقها ازاي وبيستنوه كمان يتفرجوا عليه. حاجه لا يعني ده هو غريب. ايه بيقول لي ايه العباره؟ بيقول لي دوله فقيره يعني دوله فقيره رئيس الجمهوريه ما يلبس؟ طب ما يستخدمش اساسا مرتبه. طب ده انت لو موظف في الشركة او ده رئيس البنك المركزي مرتبه اكتر من رئيس الجمهورية، ورغم ذلك مستمتع بحياته ان شاء الله الفترة اللي جاية عشان نعمل عدالة. طيب احنا معانا تليفون، معانا تليفون ام محمد من الفيوم. الو، اتصال انقطع. ماشي. فاذا دي بعض الحاجات اللي صارت في الاسبوع اللي فات، وطبعا التأويلات والتحريف، ودي طبعا الأغراض. هنستأذن حضرتك نفاصل وهنرجع مرة تانية، نخرج لفاصل. أعزائي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من الفاصل. أستاذ حسين، هنتكلم شوية عن الشأن المصري. إيه اللي عندك الأسبوع ده من أخبار بتخص الشأن المصري، وإيه تعليقك على ما يدور في الساحة الداخلية الآن؟ عندنا أخبار سلبية وأخبار إيجابية. نبدأ الإيجابية الأول. نبدأ بالأخبار الإيجابية. الأسبوع ده تم افتتاح أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، اللي هي محطة هليوبلس. محطة هليوبلس. محطة هليوبلس دي على مساحة 10,000 متر مربع، فيها 8 مداخل عالمية بعمق 38 متر. ما شاء الله. تكلفت 1.9 مليار جنيه مصري بتمويل مصري خالص، يعني ما عندناش جانب مشارك فيها. فيها مولات وفيها واي فاي، حاجه كده فعلا فخر. شباب محطه برلين فعلا. برلين المانيا. يعني طبعا اشرف عليها مهندسين مقاولين عرب، شركه المقاولين العرب، مهندسين عظام، والشركات الكبرى دي حاجه فخر للمصريين في الوقت الحالي، وده فخر موجود في بناء الدوله. لما نيجي نقول احنا بنبني دوله، مش لازم كلنا نشوف الدوله كلها، نقف كده نشوف كل اللي بيتم من مشروعات كبرى مره واحده. يعني حاجة زي دي في قلب مصر الجديدة هتربط بين الخط الرابع، بين مرحلتين من الخط الرابع، حاجة بجد فخر لأي حد ينزل يشوف البلد في مرحلة البناء بتعمل ايه. حاجة زي كده أسعدتنا الأسبوع اللي فات. الحاجة التانية إن الطيران البريطاني رفع الحظر من العودة إلى الطيران لمصر. طبعا ده يعني بريطانيا رفعت الحظر بالفعل، يعني عوده السياح، السياح الانجليز، وبعد طبعا مع عوده السياح الروس، ده هيعمل على انتعاش الموسم السياحي. طيب في مداخله نكمل معانا ام محمود من الفيوم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ فهمي؟ الله يكرمك، الله يخليك، الله يحفظك. والله برنامج عجبني فعلا، والله الموضوع اللي اتكلمت فيه الحلقه اللي فاتت عجبني جدا. الله يكرم حضرتك، الله يخليك. وفعلا لما كلمت وزير التامون على موضوع الشارع دي فعلا تأثرت، مشكله مهمه جدا عندنا في الفيوم. والله احنا برضو لسه بنخاطبه ان هو ينزل السلع التامونيه زي في السوق الحر. لسه برضو اتفضلي اتفضلي. يا استاذ فهمي، والله عندي رئيس في الصديق عجز كامل في المدرسين، وخصوصا رياض اطفال، وكل مره ينزل مسابقات ويقدم رياض اطفال، يعني بنتي جابه امتياز وجابه واخده دبلومه مهنيه امتياز، وما بياخدوش اي حد من يوسف الصديق خالص، وفي عجز كامل يعني. والله احنا بنخاطب السيد وزير التعليم انه يسرع بمسابقه ال 120 مدرس، وخاصه ان هو ياخد يعني الناس المتخصصه خريج رياضه اطفال، يبقى ياخد رياضه اطفال وياخد الامتياز واللي معاه دبلومه الاول، يعني ياخد الناس اللي تستحق. وان شاء الله احنا هنفرد حلقه ان شاء الله للتعليم وعن مشاكل التعليم. شكرا ام محمود. نكمل استاذ حسين في الايجابيات. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك، رفع الطيران البريطاني الحظر وعوده الطيران لمصر، طبعا هينعش الموسم السياحي سنة 2020. الحاجة الثالثة ان في موضوع تكافل وكرامة، كان ناس اشتكولنا كتير جدا ان كان في بطايق اتوقفت، وخاصة في الصعيد رقم مهول يعني. طب معانا معلش ام محمد من الفيوم، اتفضلي. ازيكم؟ ازيك يا ام محمد، الله يكرم. ازيك يا استاذ فهمي؟ الله يكرمك، اتفضلي. الله يخليك. احنا عارف في كل قناه والله، ومشاهدين في كرم افلاك والله. الله يكرمك. واتمنى منك طلب ان انت تفتكرني، انت فاكرني انا المعماره 11 عملت الفيوم. والله يا ام محمود انا كلمت الاستاذ محمد فاضل عن المشكله بتاعتك، وهو رد. أيوة. قال لي مشكورا، اللي هو رئيس الاسكان في مجلس مدينه الفيوم. ايوه. قال لي ان حضرتك كنت عامله بحث، وطلب منك بحث. ايوه. فقال ان انت قلت له ان انا عامله بحث، وانت قدمت البحث، ووعد وعد ان خلال شهرين، وقال له ان هو اقنع حضرتك، يعني وعد الاستاذ محمد فاضل ان خلال شهرين هتستلم الغرفه اللي خاصه. ولما كلمته على ال 21 غرفه اللي في الشيخ حسن، قال ان دي خدمات حكوميه، يعني الدوله لما بتحتاج شهر عقاري، سجل مدني، بتحتاج شؤون اجتماعيه، فلازم يبقى فيه حجرات يعني للطوارئ. والراجل قال لي انت عارف الازمه اللي موجوده في محافظه الفيوم، فهو وعدني وانا بشكره من خلال البرنامج
يعني يا مش استاذ، مش اه اتفضلي. ما هو كلام حديثك، معلش انا اسفه، كل الكلام ده مش كويس. ماشي. هو على العموم انا اتابع برضه ام محمد، انقطع الاتصال واتابع مع الاستاذ محمد فاضل. طب كيف ترى انتشار ظاهرة البلطجة والعنف بين الشباب واللي راح فيها شباب ابرياء؟ الفترة اللي فاتت حصل حوالي 7 8 جرائم مشهورة جدا، كلهم من فئات عمرية من 15 ل 17 سنة. الفئات اللي هم أغلبهم بيشتغلوا على التوك توك عشان ياكلوا عيش وكده. طيب حصلت في كل مكان، حصل في حلوان وفي دار السلام وفي شبرا الخيمه الاسماعيليه وفي الاسماعيليه وفي بورسعيد وبورسعيد وفي الزقازيق وفي الزقازيق والحادثه المشهوره بتاعه المنوفيه. لما نيجي نحلل الظاهره دي، احنا عندنا حاجه صعبه جدا اسمها الفن الحديث او المهرجانات، اللي هو فن المهرجانات. ايوه، فهم المهرجان ده انا عايز حد من المسؤولين او اي حد معني بالشان ده انه يجيب اغنيه مهرجان شغاله ويسمع الكلام اللي بيتقال ايه. احنا عندنا شقين في القصه دي. الشق الاول اللي هو اغاني المهرجانات دي والمطربين، طبعا هم مش يعني ما اعرفش بقى ايه، هم حد دخلوا السلك الفني ازاي، جزء بيحرض بالفعل من الكلمات على العنف والقتل والارهاب وكل حاجه. واحد بيتكلم في اغنيه بيحكي ازاي تمسك سلاح وازاي تذبح وازاي تعور وازاي تغز وكلام حاجه غريبه جدا، ومع ذلك ان الشباب رايحين معاه بطريقه غريبه قوي، لا وبيرقصوا كمان عليه في الافراح وفي الاعياد الميلاد وفي الحفلات. الجزء الثاني، ودي حاجه خطيره جدا، بعض الاغاني وبعض كلماتها بتحرك على الفسق والفجور. هل احنا وصلنا بالفن بتاع مصر العظيم ضيعنا التاريخ كله وجينا في الاخر هنسمع دول؟ هنسمع تحريض على فسق على انه اغنيه، وهنسمع تحريض على القتل والعنف على انه اغنيه برضه. ادت كل الاغاني الحاجات الغريبه دي للحوادث اللي حصلت في الفتره الاخيره، واللي دلوقتي احنا بنعاني منها بطريقه غريبه جدا، وده حق يراد بيه باطل. يعني الحادثه الاخيره اللي موجوده بتاعت البنا ورايح، لسه كنت هكلم حضرتك. يعني تم اثاره قضيه رجح البنا اللي قتلت بحثاً، بس احنا هندخل من مدخل تاني. تمام، اقول لحضرتك تركوا كل الجرائم وركزوا على دي، في اكيد غرض يعني. بص يا فندم، هو دي حادثه عاديه جدا بتحصل في اي مكان، واحنا عندنا بيحصل في الشارع، عندنا 100 بنا و100 راجح في كل منطقه في كل مكان. انما الامر احنا عارف ان احنا برضه يعني العين علينا، واحنا عندنا ناس جوانا برضه مستنيين الوقعه ومستنيين اثاره البلبله والمشاكل والكلام ده كله. اخواننا بتوع اللجان الالكترونيه والاعمال النوعيه اللجان النوعيه والكلام ده استغلوا الحدث ده ليه؟ يقال ان راجح ده جده لواء مثلا، يعني تقريبا، او اخوه وكيل نيابه، المهم اللي في مركز وخلاص. فاستغلوا دي علشان يقولوا ان مفيش قضاء، علشان يقولوا اللي اتعدموا قبل كده ومعترفين في الحادثه بتاعت الشهيد هشام بركات ان دول برضه كانوا اطفال. لا، ما كانوش اطفال، ده كان 21 سنه و20 سنه ومعترفين، يربطوا بيضحكوا عشان واهاليهم برضه مربوطوا. انا حضرني فيديو كان على اليوتيوب وشفته، ان كان في احد ضباط الشرطه في مديريه الامن وكان بيوجه الفتيات اللي هم جايبين الشنط وعايزين يعملوا نفس الفيلم محفوظ. ده فيلم محفوظ، انت البنا مش ابن خالتك، كلنا متعاطفين مع البنا، والبنا ده زي ابني زي ابنك وزي ابن كل الناس، وراجح ده مجرم، وانا من هنا انا بطالب باعدام راجح ده وكل من هو راجح، مش راجح نفسه كشخص، كل من هو راجح لا ده طريقه للاعدام. والقانون يتغير، ايه اللي ده سنه 18 سنه عشان ده؟ ما هو من 14 سنه بيعمل جريمه منظمه، بيبقى عامل عصابه، يبقى النهارده لسه استناه لغايه 18 سنه عشان انفذ عليه القانون. لكن بنوضح ان هم استغلوا الموقف ده، وبقى عملوا بقى هاشتاجات وخربوا اليوتيوب وترند وحرادو. اول وترند تاني ايه؟ ما احنا عندنا 100 راجح و100 بنا. انا معايا الاستاذ حامد من القاهره. الو، ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا فندم انا كان ليا راي بس مش عارف كنت عايز اسال الاستاذ المحامي فيه، يعني مفيش عقوبات مشدده على هذه الحالات؟ شبابنا ضاع
وعيالنا ضاعوا. يعني على ما اذكر ان انا ليا ابن اختي حضرتك من حوالي 3 شهور في جماعه طلعوا عليه ورشوا في وشه الشطه في عينه الشطه لغايه ما عمي بيها، ولسه بندور له على علاجات وخدوا التوك توك برضه ومشيوا. يعني حاجات الحقيقه ما يتحملهاش لا عقل ولا بشريه ولا اي حاجه. ان ما كانش القانون هو اللي هيقف قدام الناس دي، وان ما كانش القانون هو اللي هيراجع الناس دي، تفتكر كلام مين سعادتك اللي ممكن ياثر فيهم؟ احنا بن يعني احنا مع حضرتك، واحنا من خلال البرنامج احنا بنناشد النائب العام حقيقه يعني باتخاذ اجراءات سريعه في هذه القضايا عشان نقضي على البلطجه في الشارع، ولازم الاهالي يبقى ايجابيين ويساعد الشرطه برضه في التبليغ عن هؤلاء والقبض على هؤلاء. وفي ناس مشكوره بتقبض على هؤلاء المجرمين وبيسلمون في اسم الشرطه وقتي، فطبعا الشرطه مشكوره. يعني انت عارف ان عليها ضغط شديد جدا وبيصاروا ما بيناموش، بس احنا برضه بنناشد النائب العام، هي العداله الناجزه اللي هي السرعه في اتخاذ القرار. نشكرك استاذ حامد معانا. اخيرا حضرتك اتفضل. ليا طلب بسيط عند حضرتك. اتفضل. انما نحن فيه ما هي الا اعراض مرض ستصيب الدوله باسرها، وحتى الان يمكن علاجها، ولم يكن العلاج الا بايديكم الطاهره التي تابى الظلم والطغيان. انا اسف، انا محتاج رقم تليفون حضرتك لامر شخصي جدا جدا. الله يكرمك، ان شاء الله خده من الكنترول، الكنترول هديك الرقم وهيظهر الرقم على الشاشه قدام حضرتك اللي هو 010 او 011. يعني هتلاقي 010 او 11 على الشاشه، ده رقم يا استاذ حامد، وان شاء الله على اتصال ان شاء الله. شكرا. يبقى اذا برضو نتيجه الفشل، نرجع تاني 20/9 اختاروا هم، على فكره اذكياء بينطقوا، يعني مش اي قضيه عشان يسروها، عاوزين حاجه تلفت نظر الشارع اي حاجه فيها ويركبوا يعني عليها، يعني رتبه او حاجه يقول لك اهو عشان قريبه فلان، يقولوا ولسه مصممين. لسه انا شفت حاجه غريبه جدا وانا بتابع الامور، يقول لك انتوا عارفين هم مغطيين وش راجح ليه؟ اصل هيبدلوه. ايه شغل التعديل ده؟ له توأم، مفيش يعني الكلام ده طبعا. القانون دي دولة قانون، ولازم القانون يتطبق على اي راجح في البلد، ولازم حق اي بنا يجي، لان احنا عندنا، قلت لحضرتك احنا عندنا جرائم مشابهه تماما. يعني انا شفت جريمه لا تقل عن جريمه محمود البنا في 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 الرجوله والشهامه حصلت في مدينه حدائق حلوان. معلش هقول لحضرتك زمزم من سوهاج. اهلا ومرحبا بقى سوهاج، ازيك يا ام زمزم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ ممكن اقول رايي يعني في الموضوع ده؟ اتفضلي. في مثل بيقول عندنا يعني في الفلاحين، بيقول من امن العقاب اساء الادب. فدلوقتي لما القانون يبقى قوي لكن تنفيذه ضعيف، يعني ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الام لما بتشوف ابنها بيضرب مرت ابنها ويبهدلها تبقى واقفه ساكته وكانه عادي، لكن لما يحصل مع بنتها مثلا تقوم الدنيا ما تقعدش. في حاجه تاني برضو، المدرسين اللي هم عايزين يحطوهم مثلا معاهم شهايد عاليه لكن نفسيا مشوهين. انا واحده من الناس، زوجي مدرس ثانوي لكن في البيت تعذيب وضرب ومن واخلاق سيئه جدا. فده هيعلم اجيال ازاي لما هو مش عارف يربي اولاده؟ احنا والله احنا اتكلمنا في فتره من فترات ان خريجي كليه التربيه او المدرسين يتعمل لهم اختبار نفسي، وده كان بيتعمل حضرتك في المعلمين زمان. يعني معانا، شكرا، معانا مها من الفيوم. استاذه مها. ايوه يا استاذ فهمي. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. حضرتك انا موظفه في التربيه والتعليم. اتفضلي. وطبعا اتلجأت للتأمين، عندي تليف على الكبد. واتلجأت للتأمين اعمل اشاعه عاديه، قالوا لي لا انت ما ينفعش نعمل لك الاشاعه الغاليه دي الا لما يكون عندك اورام على الكبد. طب انا قلت لحضرتك يا دكتور انا عندي تليف على الكبد 3/7. طب هو بعد التليف عاوز ايه التأمين يعني؟ وحضرتك بتدفعي تأمينات يعني؟ ايوه، ما رضيش يعمل لي الاشاعه وقال لي الاشاعه غاليه ما ينفعش نعملها الا اذا كان عندك اورام على الكبد. قلت له يا دكتور طب ما انا عندي تليف على الكبد نسبه عاليه. قال لي لا ما ينفعش. جيت كشفت بره وعملت تحاليل بره واجراءات بره ورحت اتلجئ للتامين في العلاج، قالوا لا العلاج ده غالي ما بنديش في التامين. يعني العلاج ده غالي. يعني انا يعني بناشد ساد يعني وزير الصحه، وزاره الصحه لما موظف اعمال بقى له 30 سنه بيدفع تامينات
شكرا يا استاذه مها. طيب هيتعالج فين؟ احنا بنطالب يعني اي تامين صحي ما يقدرش يعالج اي مريض يعمله تحويل على التامين الصحي في مدينه نصر. يعني التامين الصحي في مدينه نصر ما شاء الله فيه امكانيات عاليه جدا وفي اشاعات لكل الامراض، فيا ريت التامين الصحي بنناشد من خلال البرنامج انه يستجيب للساده المرضى. يعني واحده عندها نسبه 3 من 7 يعني داخله يعني ربنا يشفيها في مرحله الخطر، يبقى تتعالج فين؟ على حسابها وهي بتدفع تامينات؟ نرجع استاذ حسين معلش. يبقى اذا الناس بيستغلوا يعني هم مش يعني شايفين مصر ما شاء الله بتقوم يعني، وده ان شاء الله يعني ده افلاس. ده يعتبر ده افلاس بالنسبه لهم. استغلال قضيه في نظر القانون ان هي قضيه قتل عاديه، انما ما شابها من شهامه. انا قلت لحضرتك قبل المداخله ان في نفس الجريمه تمت في حدائق حلوان وكان برضو نفس الموضوع، اتنين وبعدين كان في بنت بيعت بخور وحاولوا يتحرشوا بيها او يخطفوها، تدخل 3 شباب سيرتهم الذاتيه يعني ناس محترمين على شهود العيان يعني انا ما اعرفهمش شخصيا، انما تدخلوا وحصل شجار ونتج عنه مقتل سائق التوك توك اللي هو كان هيقوم بخطف الفتاه على حسب رؤيه شهاد العيان. طبعا دي برضو 3 شباب دلوقتي تحت طائله القانون ومحبوسين وتجدد لهم 4 في 15 في 15. مفيش حد عمل عنهم لا هاشتاج ولا حد، حتى محامي راح قال انا هدافع عن الناس دي عشان دول شهاد شهامه كانوا بيحافظوا على شرف بنت. فده بيتم كل يوم. معلش عشان فاتحين التليفونات النهارده، معايا الاستاذ محمد من كفر الشيخ، اتفضل. مساء الخير يا معلم باشا. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ محمد. ازيك يا معلم باشا؟ الله يكرمك الله يخليك. السلام لحضرتك والاستاذ. والله يا باشا يعني احنا بنتكلم حضرتك عن القانون وكده، فهو يعني وبتطبع الكل، فناس في ناس مش عاجبها حاجه فمش عارف بنلاقي. طيب. اتفضل يا استاذ محمد، ما سمعتش قول اللي قلت لحضرتك تاني. بقول لحضرتك. الو. ايوه معاك، سامعك، اتفضل. قطع اتصال، حاول معانا تاني يا استاذ محمد. اتفضل. تمام. فطبعا الجرائم الشهامه ما خلصتش من الشارع المصري ومش هتخلص، انما بعض شواذ الامور هي اللي بتوصلنا للامر ده، وبناء عليه بيستغلوا كل حادث لان هم يركبوا عليه ويقولوا ان في القانون مش هيتطبق واضعاف دوله القانون. وانا قلت لحضرتك من هنا القانون هيتطبق على اي حد يرتكب جريمه. هو القاضي قال لهم كلمتين، المحامين لما دخلوا القضيه عشان يعني عشان ده الموضوع طول قوي، قال المحامين اصلا طالبين 27 طلب. تمام. فبالتالي اجل التاجيل اصلا من الاجراءات. طبعا طبعا. طيب بالنسبه الحاجه اللي قالت العداله الناجزه، ده حل من الحلول. تمام. ايه دور يعني المدرسه، دور رجال الدين؟ احنا نبدا الاول دور المؤسسات اعضاء مجلس النواب في التشريع، ان احنا نشرع قانون يحمي المواطن. يعني انا شايف ان في قانون الطفل او قانون ان هو من 18 سنه يحكم حدث، ده قانون جائر. ده الطفل من 14 سنه دلوقتي في الوقت الحالي زي ما قلت لحضرتك ممكن يعمل عصابه منظمه وممكن يبقى عبقري وممكن يبقى موهوب. فدي حسب امكانياته. انا بتكلم بقى لو كان على دور المدرسه او دور البيت في التنشئه في السن الخطره دي، ده بيرجع ان انت النهارده اصلاح التعليم واصلاح التربية والنشأة في المدارس يرجع من إصلاح المعلم. أنت ما تاخدش المدرس محبط الصبح وعنده ظروف ما وأمور معينة، وقتلت بحثا أيضا على موضوع مرتبات المدرسين ويدور على العلاوة و2014 والكلام ده كله، والمعلم ما بقاش للأسف الشديد قدوة زي زمان. يعني المدرس عشان النهاردة يبقى بيدرس لمرحلة خطرة إعدادية وثانوية، ده لازم يكون على الأقل. معانا الأستاذ بركات محمود صحفي، اتفضل أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ بركات. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى ضيفك الكريم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. والله يا فندم أنا كان لي طبعا شرف إن أنا كتبت في موضوع محمود البنا أكثر من تحقيق وأكثر من مقال.
حضرتك انا شايف واي طبعا راي ضيف حضرتك الكريم. حضرتك للاسف الشديد أسوأ ما في القضيه طبعا بعد رحمه الله على محمود البنا شهيد الشهاده والكرامه شهيد النخوه، ان أسوأ ما في القضيه استغلال القنوات الاخوانيه فندم وقناه الجزيره لموضوع تغيير السن بالبطاقه والكلام دوت والنظام هيغير، ما اعرفش صالح مين. هيتم تغيير السن لمحمد راجل. والله حضرتك اللي احنا استاذ بركات بنفهمه للناس ان هم بينطقوا اذكياء بره، الناس قاعده فاضيه ناس قاعده فاضيه بتقبض وعايشه في فيلل بره، بينطقوا القضايا عشان يسخنوا الناس عليها. سابوا 100 قضيه الاسبوع ده واخطر من موضوع محمود وراجل. دول يا فندم، دول يا فندم، انا احيي حضرتك بجد على اثاره هذا الموضوع بجد في الوقت ده بالذات، بجد حلقة ممتازة. الله يكرمك. وطبعا انا طبعا ضيف قناة الصحة والجمال، يعني شرف لينا يا استاذ بركات. شرف ربنا يخليك. كلمة أخيرة يا فندم اسمح لي بس ب 30 ثانية. اتفضل. يا فندم اللي حصل محمد راجح وثلاث أصدقاء يقتلوا صديقهم بدم بارد، يا فندم الإعلام طبعا الإعلام والصحافة لها دور كبير في إيه؟ في إحنا بنحمل الإعلام والصحافة اللي بيحصل في الشارع، لا الإعلام والصحافة يا فندم مش كلها وحشة. إحنا بنبين الحقائق للناس. تمام. أنا بحمل البلطجة يا فندم، الدراما المصرية، الدراما مش عايز أذكر أسماء ممثلين معينين، الدراما المصرية يا فندم في الأولى الأخيرة يا فندم البلطجة وكذا وكذا، ويقول لك المشاهد عايز كده يا فندم. لا، المشاهد المصري محترم جدا، والدليل فيلم الممر حقق أعلى إيرادات. ده ما شاء الله. ولا يا فندم، لا اللي عمله محمد راجع يا فندم بالظبط بيمثل احد المشاهد في احد الافلام، مش عايز اذكر اسمها يا فندم عشان ما نتجناش، زي ما قال الاستاذ الكريم اللي مع حضرتك، فعلا المدرسه والجامع والكنيسه والبيت كل ده يا فندم ليه دور. وانا طبعا مش هنقدر نغير قانون نقابه الموسيقيين تمنع مطرب المهرجانات اللي بغير التصريح. يا فندم لما جيك يا فندم لما حمو شيكا يا فندم اعتدى على نقابه الموسيقيين ويقول لي هاني شاكر انت ما بتعرفش تغني، ويقول لك اعمل ثوره. ايه يا فندم اللي وصلنا له دوت؟ دوله قانون يا فندم، تفعيل دوله قانون، مش واحد زي محمد علي بره يهاجم الناس، واحد مطرب عشان صوته ما ينفعش مغني يقول لك لا هاني شاكر امير الغناء العربي ما ينفعش مغني ويتهاجم وبلطجي. احنا فين يا فندم؟ تفعيل القانون، تفعيل القانون، ما فيش حد فوق القانون. ما هو الاستاذ هاني شاكر ندم ان حمو بيكا كان محبوس وهو يعني رأف في حالته وطلب بخروجه كمان، بس هو كل ما هو حمو بيكا نقابه المهن الموسيقيه هتمنع كل المطربي المهرجانات الغير معتمدين في النقابه، ودي برضه هيبقى دورها كبير جدا مع رقابه يعني اغاني المهرجانات. شكرا. معايا دوابه؟ معايا الاستاذه دوابه من اسوان، اتفضلي. أستاذة دوابة، ألو، انقطع الاتصال. شكرا. يعني أستاذ حسين هنستسمحك نخرج فاصل بس ما نروحش بعيد عشان الجزء الثالث مهم، وهي شكاوي السادة المشاهدين من غلاء الفواتير. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. استاذ حسين، الناس ضجوا من غلاء فواتير الكهرباء والميه والتقدير التعسفي، ايه الحل؟ الموضوع ده بيحصل في كل حته وبيحصل في كل المناطق. اعتقد ان الشركه القابضه عملت شركه ثانيه اللي هي بتقرا العدادات والكشافين يعني. فحطوا لهم مرتب معين وبعدين ادوا لهم نسبه على القرايه. والنسبه دي بتيجي من الشرايح المختلفه يعني. فانت النهارده الكشاف بيوصل البيت يوم 20 او يوم 17. طب انت راجل كشاف المفروض يوم واحد، انت بقى 17 يوم انت كنت فين؟ فطبعا اي بيت بيخش من شريحه لشريحه اعلى عشان ما فيش كشف علاوه على الكشف الجزافي. فتلاقي مثلا تيجي شقه فيها 350 و400 و600 وحاجات كده، طبعا بصراحه هي عاليه جدا على كاهل المواطن العادي يعني، حتى المواطن الموظف طبعا ده كتير جدا، وزيه هيبقى في الغاز وزيه في الميه والكلام دوت. طب ايه الحل يعني؟ احنا بنطالب سيد وزير الكهرباء الدكتور مهندس محمد شاكر والساده الشركه القابضه رؤساء الشركه القابضه
ان هم توخوا الدقه شويه في حته كشافين النور ده. انا كنت عارف ان بيجي يوم واحد. النهارده الكشاف انا اسال عليه يجي يوم 15 يوم 17، هو كده كده دخلني غصب عني في شريحه اعلى، ولما اروح اشتكي هلاقي ان انا ما عنديش حق في الشكوى. ده بقول لك ادفع وبعدين. ايوه، ولو عندي حق في الشكوى يقول لي ادفع وبعد كده نشوف الموضوع ده. وبعد ما تشتكي ما بيردش على الشكوى. لما خلاص بقى ولو ما دفعت خلاص بقول لك هنرفع لك العداد. تمام. حقيقي يعني في ظل اللي احنا شفناه دوت وفي المشروعات الكبيره وفي ظل ان احنا بنعمل ضغط على الدوله على فكره. ايوه طبعا. بجد؟ طبعا. ده ضغط على المواطن وضغط على الدوله، والدوله مش ده اتجاهها اصلا. اتجاه الدوله ان انت تخف عن كهل المواطن العادي. انت النهارده انا مش عارف الشركه القبضيه هتكسب على حساب الناس. احنا ما عندناش مشكله، والكهرباء موجوده برضو ما عندناش مشكله، دي حاجه جميله جدا، وما بقتش تقطع زي زمان، واحنا خلاص في تطور. بس الاسعار دي مش استاذ حسين كتير يعني. انا في حلقه سابقه يعني صرت ده في محافظه الفيوم. تمام. فعلا لما سافرت المره دي وجدت ان استجابت الشركه ونزلت شباب لقراءه العداد، والاهالي ما شاء الله مبسوطين في الفيوم حاليا. تمام. لان دلوقتي نعمل ده بقى على مستوى الجمهوريه. يا ريت ربنا سهل ونلاقيه بعد الحلقه في القاهره كويس والجيزه. اصلا الفيوم كانت بتعاني ايه، مفيش قراءه نهائيا، تخيل. وبعد كده فدلوقتي ما شاء الله نزل قراء العدادات، يا ريت بقى في كل الايه. احنا عاوزين ندفع اللي احنا بنستهلكه. ويزيد شويه عشان الخدمات بقت جيده، انما ما يبقاش اوفر قوي وكتير، 400 و500 و600 طب منين يعني. نفس الموضوع في الميه والعداد المشترك، المشكله العداد المشترك اللي في الميه بالذات، والشركه القابضه مسؤوله مسؤوليه تامه عن العداد. انا النهارده مش بقول انا في شقه وادفع لي 1000 جنيه ميه في شقه مثلا، او عماره ادفع فيها تلاقي فاتوره 20000 و25000 وحاجات قديمه وبيحاسبونا حاجه غريبه جدا. فطبعا احنا من هنا من خير برنامج بنناشد الشركه القابضه للميه برضه باستمرار واستدامه وصول كشافين للعدادات، والعدادات اللي هي فيها تلف دي الاصلاح على حساب الشركه زي ما بيعملوا. انما عشان برضه نخف عن كهل المواطن، لان طبعا في ظل اللي احنا فيه دوت الموضوع مش محتاج ان كهل المواطن يبقى برغم ان هو قارئ العداد اصلا معين قارئ عداد وبيقبض مرتب محترم. ما بيروحش طبعا. فما بيروحش يعني جزافي، هو بياخدها كده بالشبه يعني. في قضية خطيرة جدا وأنا بعتبرها يعني قضية اللي هي قضية دور الأحياء في فرض النظام والالتزام بالقانون في الشارع. عندنا والأحياء أخطر يعني من المحافظين ومن الوزراء. طبعا ليه؟ طبعا. لأن هو ده الاتصال المباشر مع المواطن في الشارع. تمام. فلو صحت الأحياء زي ما قلنا، أو لو صلحت الأحياء لصلح حال المجتمع، لو صلح موظفي الاحياء ورؤساء الاحياء. احنا طبعا عندنا نماذج عاوزين نتكلم بعض النماذج الايجابيه عشان الناس تقتضي يعني بالايجابي. بالظبط. احنا النهارده مثلا لو جبنا مثال، انا هتكلم على رئيس حي في الحي اللي انا ساكن فيه. واسمه عادي جدا وحد. لا مش مهم الاسم، احنا نذكر الحي. لا هو رئيس حي المعصر. رئيس حي المعصر اللي هو ايمن جبريل، لان احنا برضه هنقول الايجابي وهنقول اسمه. اللي هو ايمن جبريل جه بقاله سنه. اللي هو ايمن جبريل رئيس حي المعصره ما قابلش ولا مواطن في الشارع ولا في مكتبه، ويابى ان يقابل مواطن يسمع شكواه. كل هو داير الحي من الفيسبوك. طبعا ما فيش حد بيعمل كده. حي المعصره حي كبير جدا وليه ظهير صحراوي. تخيل اللي قابله المهندس محمد فؤاد، المحاسب محمد فؤاد. اقول لحضرتك بقى، انا رحت بكاميرا البرنامج ومعايا يعني التفويض ومعايا كل حاجه. في الاول قلت لهم المهندس موجود، ما كنت مخبي بقى الكاميرا. ايوه. قالوا موجود. قلت لهم طب قول لهم الاعلام فلان الفلاني جاي عشان هيرد على الشكاوي ايه. قالوا لا ده سكرتير المكتب بيقول ده خرج في حمله. قلت لهم خرج منين وباب؟ ده انا لسه قاعد على الباب. هو باب واحد ورفضوا جدا، وكانوا ناويين كمان يخطفوا الكاميرا. طب اذا كان دور الاعلام مش هيظهر مش هيوصل ويوصل الصوت للمواطن، المواطن العادي هيقابلهم ازاي؟ انا هقول لحضرتك. النهارده مثلا على سبيل المثال اللي هو ايمن جبريل زي ما قلت لحضرتك حي المعصره حي قوي جدا، لان في الحدائق وفي مناطق كثيره جدا ومنشيه ناصر ومساكن الضباط وحدائق حلوان، حاجه كبيره كتله كبيره جدا، وفيها جزء من ارضها على النيل وجزء من استاذ احلام. معلش مداخله، معلش نصدع كده. استاذ احلام الشرقيه اتفضلي. لو سمحت عاوزين نتكلم على الكهرباء ونتكلم على الميه ونتكلم على قاموس لازم 75 جنيه، ونتكلم على كتب المدارس اللي ب 175 جنيه، واحنا اصلا داخلين 360 جنيه معاك. والله
والله احنا بنتكلم حضرتك، والله احنا بنتكلم دلوقتي والله عشان يعني الناس اللي هم يعني يعتبر محدود الدخل اللي هو دخلهم قليل، احنا اتكلمنا والله وبنناشد كل الوزارات يعني تخفيف عن المواطن العادي، لان ده دعم للدوله المصريه. بالشرقية نسمع الغلابة اللي فيها اللي ماشيين مش عارفين يعيشوا خالص نهائي. أنبوبة الغاز هتوقف الأنبوبة 5 سنين جنيه مش عارفين منها. النور ده لنا 400 جنيه مش عارفين بيدفعوا دفعنا بالعافية بالسلام. 12000 جنيه لينا للمية. المكان اللي كان فيها 95 كنت فيه ظلم في الوزارة، فيه ظلم ظلم ظلم. احنا في البرنامج والله احنا بنوصل الصوت للسادة المسؤولين، وبعد البرنامج انا بتابع مع الوزارات، يعني والله مش مجرد ان انا بتكلم في البرنامج، لا انا بتصل بالوزارات وبالمتحدث الرسمي بتاع الوزاره تليفونيا وبنقل شكاوى المواطنين، وان شاء الله نفضل ومصر ان شاء الله جميله باهلها، والحمد لله احنا شايفين 1,800,000 عوده لبطاقه التموين انجاز، شايفين الاسعار رخصت في السوق، يعني فالحمد لله مصر ماشيه للامام والتقدم. شكرا. الوقت استاذ حسين ضيق، واحنا ان شاء الله انا بسرعه يعني بسرعه انا هتكلم بس على حاجه صغيره جدا ونكمل ان شاء الله معانا الحلقه الجايه ان شاء الله. اتفضل. انا عندي بس مشاكل في بالنسبه للحي المعصره، شارع توتنجي ده شارع رئيسي في الحدايق، مفيش شارع يعني بديل يعني ليه مفيش شارع يتمشي فيه بعربيه. لا ترعه الخشاب اتعمل واتصرف عليه ما يقرب ب 120 مليون جنيه، شارع ترعه الخشاب والنهارده بقى جراش على الجنبين جراش وبقت حاجه سيئه جدا. شارع الجيش، شارع الجيش كان المفروض هيتعمل، ودي شكاوى مواطنين والله، كان هيتعمل انترلوك. السيد رئيس الحي رفض ان يتعمل انترلوك مع انه شارع داخلي المفروض يتعمل وهو يشرف عليه ويجي يفتتح. شكرا، عشان وقت الحلقه خلص. اعزائي المشاهدين، على الوعد والعهد ان شاء الله الحلقه الجايه برضو لازم نفهم هنفهم الساده المشاهدين كيف تدار الدوله المصريه وسيرها للأمام رغم كيد الكائدين، وهنكمل برضو مشكلة الأحياء، وهنعرض برضو مشاكل السادة المشاهدين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.